كان في تسامح صافي، ناس طبيعية، ما تدري إلا الباب يطق ويجي واحد يتقهوى مع الأهل، تجي سيدة عند جدتي الله يرحمها وأهلي، ما يعني كانت النفوس بسيطة جدا. والناس أذكر في واحد من الزواجات، زواج عمتي الله يطول عمرها، كلفني جدي أني أعد يسمونها العواني. فكان جنبنا بيت للأميرة سارة أو حوش، كانت العواني تحط فيه، أنا كل ما زاد العدد جيت لجدي، وصلنا كذا، كان يقول لي لازم تكتب من مين، أوكي؟ أي. في بعضهم يقول لي لا، فأنا أصير محرج قدام جدي. أكتب ولا ما أكتب؟ قلت له هو جاي، لا، أنت دخله وبس. كانت بسيطة الحياة جدا يعني. الناس تشيل بعض. جدا جدا جدا، وبعدين تجد مثلا في مناسبة الناس كلها تجي تساعد. عمي أبو حبيب الله يرحمه، الرجل مضياف والناس عنده. أذكر إن إحنا يمكن 3 وفود اللي تجي على الأكل، يعني الكبار الضيوف والكبار، وبعدين يجون الصغار أو الشباب والصغار إذا اتسع المكان، وبعدين السيدات. وكانت إنه شيء طبيعي يعني، ما كان فيه التكلف، لا تستعيب شيء. يعني بدايتنا وش هي؟ واحد من الجيران يروح الحج، هذه وين؟ نحن في 5 ابتدائي 6، يروح الحج غير كفرات السيارة كلها، رحت خدت واحد ورماها، رحت أنا جمعتها حطيتها في مكان، وخدت واحد بالسيكل ورحت حق البنشر، قلت له تشتري شكلها، بس هم لأنه حج وخل، قال لي قلت بكم؟ قال ب10 ريال، قلت لا لا ب20، عندي 5، لا 4، قلت عندي 4، قال روح جيبها، قلت لا أنت تجي تشيلها وتعطيني الواحد وصله والأربعة الباقية جابها. ف100 ريال بداية نواة مشروع كفرات. أي وهذا يا أخي الحياة كانت بسيطة. عندنا جيران من الكيرش اللي هم تجار المواشي، قال لي خالد كم ضحاياكم؟ قلت والله كثير، جدي ضحي كثير وابوي ضحي، قلت شوف اجمعها ونروح نبيعها، وانا اجمع اللي عندنا ونروح نبيعها سوا. قلت له اوكي، والله صرنا نبيعها ب10 ريال. ترى لما تكلم 10 ريال اليوم، عفوا هذاك الوقت، يعني تتكلم عن 100-150 ريال، ما يعادلها الان. الوالد الله يرحمه شافني على السيكل وجنبي عزيز المكيرش على سيكل وبرضه والكراتين والكرتون الكبير ورا، قال لي وين وش ذا؟ قلت له يطول عمرك عزيز يبغى الجلود هذا. قال لا نروح نبيعها. قال الله اكبر، تعال يا عمري ولدي يبيع جلود. قلت له ابوي ما احنا خسرانين شيء، نروح نعطيها هذا اللي في الديره ما هو بعيد عنا، ناخذ لنا على 10 ريال في الواحد. طلعنا منها حوالي 400-500 ريال. هذا تاجر مهم كان. الشخص ذا أعتقد أول فشل تجاري أو قلة خبرة عشتها معه، هذه بعد مرحلة الجلود. أنا قلت إني أبيع بليلة عند الباب، والوالدة الله يرحمها هي اللي تهتم فيه وتساعدني، وكان شيء مميز يعني في فترة العيد. فجالي يوم قال لي خالد احنا تشاركنا في الجلود ونجحنا، ابى اشاركك في البليلة. قلت تفضل. لما انتهى العيد قال يلا نقسم. فعلا قسمنا. طيب هو ما بذل اي مجهود، لا جلس يبيع، لا طبخ مع في بيتهم مثلي، ما قدم اي شيء، بس أنا شلت التكلفة الكوست والأرباح توزعناها. فهذه من أوائل التجارب الغير ناجحة معي تجارياً.